رشيد الزلامي الله يرحمه كان رئيس مركز ديرتي نقال حسديرة في الحجاز. كان في رجال انه يقال له حمود يشتغل في المعدات وفي جبل حولهم في الديرة ياخذ منها حصى وياخذ منه يشتغل في المعدات. جو اهل الديرة واشتكوا عند رشيد الزلامي قالوا ان الرجال ده يجي وياخذ من الجبل وانهم يبون الرجال يشيل معداته ويطلع من الديرة وهذا حق مشروع لهم ديرتهم والجبل تبعهم. رشيد اخذ الورقة حقت الشكوى وقلبها وكتب عليها لا تبلشون بقصة الضلع وحمود، حمود عاقل والجبل في محله، يكفيه من جبل جبل خمس تردود، ما هو بخبل ياكل الضلع كله. يوم درى حمود بالابيات شال معداته ومشى. شوفوا شلون الناس اللي يعطيهم الله الحكمة يحلون الامور بشيء بسهل الطرق وببسطها وبذربها. الله يرحم رشيد ويحفظ اهل الديرة ويرزقه.